نبيه صلى الله عليه وسلم حديث أفراد هذه أن قدره ورنا يا نبي كورنا سلمان الفارسي حديث كان وحى صوص الإمام الدبراني في الكبير البان رحمة الله عليه وصحيح ياري وحلي النبي صلى الله عليه وسلم البركة في ثلاثة في الجماعة والثريد والسحور صدح بوحى كترته بركضه صدح بكترته بركه وجماعة تدكو إني مذوبان وضاع هذا إلهي يدينتي سيكون مذوبان أنت هذا النوع لو يقانو ثريدك هي السحور تقفك مركو سوامي إنه سحورته صدح هذا النوع بركة كترت أيها النبي صلى الله عليه وسلم طبعا صدح هذا النبي قوله أول مرة يجمع هذا مرك هذي جمع هذا يمدو يمن ماذا بركة كترته لتكاد نوام حي وفرق هي كلتك مرك بركة ماشي كترته لتكاد نوام حي ده وبركة الأنوي مرك دتكو إني كلتكان وبركة الآن هي خير بلوي نبي قصاص تثبوا يجري الجماعة رحمة والفرقة عذاب تدكو إني مذوبان والرحمة ينحرس فرقة إيا كالتقونا مركة وعذاب حديث كان إسان أحمد باوري البان رحمة الله عليه وحسني في سلسلة الصحيحة وحديث حسنة انت صديقا كيقود بأحاديث نبي صلى الله عليه وسلم إيادنا وحنكو حجنا يا تصاليال نبي صلى الله عليه وسلم سيقود داري ضدك المسلمين تأينو مريي وميت كدقو تصالى أقوه الرأي نبي صلى الله عليه وسلم مركو دعوة بندقي وضدك الدعوة أقوه يري عدقارة ومركا أوتار قرية مجرين بل ضدك نبي الرومي صلى الله عليه وسلم جماعة أقوه الرئيسي النبي أجيبتي ومرك أقوه الرئيسي ودعوة النبي ضدك أقوه يري كانوا أجناس المختلفين وهي هانتك لبدلن waxaa ku jiray arab macna oo arab kaliya ma aheyn arabina waa ku jireen dad kale arab ahayn markaa waa ku jireen en oo fiirso bilal ba ku jiray abu bakr ba ku jiray ammar ba ku jiray iyo hooyadi sumaya suhayb ba ku jiray miqdad ibn aws ba ku jiray dadka marka noocaasi markaad fiiriso وانا عناصر كلا بدرن رقوا كجرا دمر وكجرا ضد شريف وضد كبرشادة دحيوضا قفل قيمية وكجرا ضد ضعيف وضد كبرشادة دحيوضا اسكت تقدر سنجرين وكجرا حرب كجرتا الضوموه كجرا عرب كجرتا حبشي أسود كجرا رومي كجرا ومن بني أسفرة بلال حبشي كجرا سوى جديد معنا عناصر مجتمع وآدو كلا بدلان أو كلا تكسموه وأول الزمرة كواحد أقوه الرئيسي والنبي صلى الله عليه وسلم مرك النبي صلى الله عليه وسلم ساس بأقود ذالي وتصالة إنوسا ضدك عدقارة إنوسا مركا تالت قريسانين إنه ما بلشادة النوعية ذاك الدوان عناصر بلشة مجتمع بلشادة معنا حمنها ذاك الدوان إنه كل قد مديني ومال إسوه كياني سيئو نغضان مركا وامحي فركلية أي كتب السنيسة وحكم إذا وتصال الله هذا والنبي صلى الله عليه وسلم كتب السنية سؤل عليه وحدده تاسوحة هاي أول كإسلامك إيا مركو النبي مكة وشوغي النبي مركو وشوغي صلى الله عليه وسلم أو مكة كتغي أو مدينة تغي عمل كي أقوه الرئي وقبتوحوها بناء المستدرت وعنصر لفتيوسو كتسينا يا وحددي محايا لي تدك مسلمين تاهي ماشي اسوقو ايمان ايان توجيهات كالرباني قاعي كاقادان ايان عبادات كاللي كو عابدان يكبران ايان علمي اقون تا اكلاكو الميان هقامين تو داي تالا ومساجد كا هل غاسي اهل مركا النبي صلى الله عليه وسلم تلابدي اقوه الرئيس او قادة مركو مقالة مدينتك اوحوها بناء المسجد محايا لو ماشي مسلمين تا كل منيسي وقابت اجتماع يلفد يقولن كمسلمين تيجي دعيسوي تلاوات اللي بعده قاضي وينو تصالح لو تصلني سنبي قصو حويان ودري يالي
مسلمين تمدوغودا waxay inuu sameeyo muakhaat muslimiin oo muhaajiriinti iyo ansaarti nabigu inuu walaalay sallallahu alayhi wasallam muakhaat iyo walaalnimo hata waxa weey dadku ay markaa hata isdhex layeen intii aanu markaa la nasxin ay dad walaal ayihiin in hatta muhaajiriin dhexdooda inuu nabigu walaalay bacar waa ay sheegayaan wakadalika ansaar dhexdooda laakiin ta ugu weyn waa maxay inuu nabigu walaalay muhaajiriin iyo ansaar oo ninkastoo muhaajir aha laga walaal dhigay waa maxay nin markaa waxa weeyaan ansaariya nabigu markaa wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam تآخوا في الله أخوين أخوين ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال هذا أخيري ورولا لوبا لبا لبا ولا لوبا أنا قنا ولالكي وعلي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نبي مركا إنو سيدا يري أيا لسو قوريا مركا واتصالك لأحيي وإن تصين أيا النبي صلى الله عليه وسلم سيدا وجود ذالي وحدة الصف يضطك المسلمين تامركا إني مدوان waxa tusaale kale taa oo nabigu sallallahu alayhi wasallam uu sameeyay isla markaa oo tusaale afraad ah nabigu macnaa ugu dadaalay dadka midnimadooda markuu nabigu magaalada madiina yimi dabcan wuxuu aasaasay dawla islaamiyaga markii ugu horreysay cagaa loo dhigo marka xaaladii lagu sugnaa markii maka la joogay iyo markan madiina la yimi waa kala bedelan tahay muslimiintu markay maka joogeen dad macnaa laga taag daraysto oo laga xoog badiyay bay ahaayeen laakiin hadda markii madiina u soo wareegeen dawlad baa la aasaasay quwa yeesheen iyo xoog marka nabigu sallallahu alayhi wasallam muwaafiq iyo markaa bunuud uu sameeyey ilaa mujtamac xataa aan muslimiin baa joogay yuhuud baa ku noola madiina si marka waxa weeye loo helo dadka muslimiinta inay mid yihiin isla markaana xeer dadka kaleeta kala kaxeeya uu jiro nabigu sallallahu alayhi wasallam marka waxbuu qoray qoraal uu sameeyey وثيق وقرأ وحا مركا يكبل أمنيسي بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب محمد صلى الله عليه وسلم بين المسلمين والمؤمنين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم إنهم أمة واحدة دون الناس مسلمين تأي مؤمنين تأي قريش يرير يثرب ورير مدينة ويه يعدي صور على إيجا ومعود اللي هذا waxa weeye iyagu waa ummatun waahida waa hal ummad oo keliya duuna naas dadka intooda kaleeto macnaha muslimiintu waa mid laba ma aha inta madiina muslimiinta joogtaa waa hal mid hal diin bay leeyihiin nebigaa laga wada qaadanayaa meel baa looga wada taliyaa macnaha mid weeye markii loo fiiriyo wixii markaa dadka kale intooda kale ka soo hartay ibnu hishaam ayaa markaa warka xadiiskaas ku soo saaray oo ku qoray markaa siridiisa waxa ka mid ah tii hadda aynu soo sheegaynay sabab nusuulka ahayd aayadda aynu soo akhriyaynay markii nimankii ansaareed aws iyo khasraj ay hubka isu qaateen oo ay damceen inay dagaalamaan nebigu way isagii la hadlay oo yidhi abi dacwa aljaahiliya wa ana bayna adhurikum war waxay isugu yeeranaysaan jaahiligu waxay isugu yeeran jireen anigoo dhexdina jooga waa maxay nebigu sallallahu calayhi wasalam dhammaan wax kasta oo fitno ah oo sababi kara muslimiintu inay kala jabaan gogashooda ku baqdin jiray meeshaed inayn soo dhaafin kaasu waa ka mid waxaa ka mid ahaa waxyaabaha dadka shucuurkooda ama dareenkooda wax u dhimaya waa waxyaabaha sababi kara dadka muslimiinta inay kala tagaan nebigu waa baabiin jiray waa alalin jiray maalin maalmaha ka mid a waxaa dhacday nin inuu nooyadii hooyadii ku ceebeeyey macnaa inuu hooye madow iyo wixii madow jiray hooyada baa madow nebigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam acayarta biummihi innaka mru'un fiika jaahiliya war ninkan ma hooyadiisaa ku caayaysaa inuu hooye madow aa leedahay miya miya waxaa tahay ruuxay ku jirto khasla ama gobol jaahilnimo ah macnaha qofka markii hooyadii xoogee lagu yara dhaliilo qofkaa qalbigiisa maxaa gelaya wuxuuna cuqdadaa gelaysa oo qofkii kale uu qaado nebigu marka sallallahu calayhi wasalam cuqdadaasi wuxuu dareemayaa inay sababi karto muslimiintu inay kala jabaan
وحدده iyo kalinimada iyo midowga muslimiintu ay baabi karto marka nabiga sallallahu alayhi wasallam markii meeshii ku dhaweeyay uu baabihi qof dambana inuu san dibu sheegin bu marka nabiga sallallahu alayhi wasallam oo waxa ayuu ku dadaalay ruuxi warninka mahoyidisa ku caabanaysaniyo hadaa sidaas samaysaniyo wax jaahiliyo oo ana diinta islaamka waxyaabaha ay baabi inaysa waxaan ahayna qof ay ku jirto marka ayaa tahay nabiga uu inkiray sallallahu alayhi wasallam sidoo kale to maalin baa dhacday laban wiil oo midna uu yahay muhaajiri midna uu yahay ansaari baa ceel bay isku qabsadeen xoogaa biyo meel laga cabiyey kadib xoogaa haddii ceelka biyo la isku qabtay banaanka u booday yaalal ansaar yaalal muhaajiriin ninkii ansaarigahana waryaa ansaaray buu yidhi kii muhaajirigana waryaa muhaajirinay buu yidhi nebigu sallallahu calayhi wasallam waa maqlay maa baalu dacwa aljaahiliya war muxuu yahay arrinkii jaahiliga in loo dhawaaqdo دعوها فإنها منتنة ورسكاكتها ووح قرنتوي وح أريسة أو قرنتوي قفك إنه أدوى غضيار هير هبالي هذا ألفاظ استعمالينا وألفاظ شرعية قرأ مهاجرين أنصار وألفاظ شرعية ونواناكسنوي لكن لفظي حتى وناكسنا قفك مركو أذيك سدوه سفحن أو كان كرتب بلشد أن يكون لتكتوه وناقي لفظ وحوطر مي ننوحوا يا مهاجرين إن محيي أنصار وألفار شرعي حقيقة ممدوح قا ومهاجرين أنصار تدقون أحسن بأهاي لكن ما دم ألفاتها إيو أذيك سيدنا يو وحب الشدي كلاجين كره نبي قم حوكو شيري دعوها فإنها منتنا إلا قبي يرد بيك شيء ورسك قتلا ووح وري قرمون ويه مرك النبي قل صلى الله عليه وسلم تطبيقي سيكم إذا هاي معنا يسوء إلى لنشري وحددا إيو مدوغا إيو مسلمين تو إني مديهين وإي مدوبان waxyaabaha xataa keeni kara oo qofka shucuurkiisa iyo dareenkiisa kicin kara inay wax galaan nebigu sallallahu calayhi wasallam gogoshu ku baqdin jiray meesheeda inay dhaafin ayuu nebigu ku dadaali jiray sallallahu calayhi wasallam saxaabadiina sidoo kale ahaayeen oo laftirkoodu aad iyo aad bay ugu dadaali jireen wax kasta oo markaa dhibaya waxdada iyo madow